يعد مشروع الأكوابونيك أحد أكبر مشاريع الاستزراع المائي في مملكة البحرين، حيث يدمج بين تربية الأسماك والزراعة المائية. وسيغطي هذا المشروع جزءا من احتياجات السوق البحريني من خلال زيادة وفرة إنتاج الأسماك والخضروات وانخفاض أسعارها في الأسواق المحلية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بصمة وطنية بإنجازات واقعية لإنتاج الأقضية بموارد أقل في مجال الاستزراع السمكي والنباتي، حيث يعتبر هذا المشروع من أكبر مشاريع الاستزراع في المنطقة، والذي يقع في هورة عالي، إذ يوفر مشروع الأكوابونيك جزءا من احتياجات السوق المحلية. المشروع طبعا جه ونبع من فكرة طبعا خطاب السامي حق جلالة الملك في تشجيع القطاع الزراعي. استغرقت العملية من بداية الفكرة تقريبا 4 سنوات ونص لحد الآن، قمنا بتجارب كثيرة قبل أن نقرر. طبعا المشروع قايم على كوادر بحرينية، وحن استثمارنا الرئيسي في الكادر البحريني. المرحلة الأولى أنجزناها، وإن شاء الله الافتتاح عما غريب يمكن في الاحتفالات العيد الوطني. وسيسهم المشروع في إيجاد الحياة من الماء والمحافظة عليها وفق نظام بيئي كوني متزن، وسيوفر غذاء آمنا وخاليا من المبيدات الحشرية، ويدعم توجه المستهلك نحو الخضار الخالية من المواد الحافظة. نظام الأكوابونيك هو نظام تكاملي، فإحنا ما نستخدم فيه أي مواد كيماوية أو أسمدة كيماوية أو مبيدات. نظام عضوي 100%. الأسماك توفر عناصر غذائية للنبات، والنبات يوفر الفلتريشن أو تنظيف الماء حق الأسماك، فهي العملية تكاملية. في هاي النظام احنا نوفر بما يقارب أو يفوق 95% من كمية الماء اللي تستخدم لزراعة نفس الكمية في هاي المحميات. ويعمل المشروع المتكامل على استغلال المياه استغلالا مزدوجا، ما يولد منتجين في آن واحد. كما سيوفر المشروع في انطلاقته في ديسمبر المقبل أكثر من 27 طنا من الخضار الأوروبية وسبعة أطنان من أسماك البلطي. في مراحل إنتاج السماس عندنا 3 مراحل. المرحلة الأولى هي إنتاج الإصبعيات، طبعا لأول مرة في البحرين إحنا اليوم هنا ننتج إصبعيات أسماك البلطي، وحيد الجنس بدون أي هرمونات في البحرين هنا عندنا في المزرعة، وناخذ إلى المرحلة الثانية اللي هي النيرسري في فترة الحضانة، تكون 3 شهور من عمر السمكة. من بعد هاي المرحلة عندنا مرحلة التسمين أو مرحلة التربية اللي قبل لا يطلع المنتج النهائي للسوق. فعندنا المراحل من البيضة إلى المنتج النهائي اللي في السوق. وتعتبر عمليات الاستزراع في البيئة المحلية وتهيئة الكوادر البحرينية خطوة تتسق مع توجيهات جلالة الملك حفظه الله ومساندة الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء ودعم سمو ولي العهد حفظهم الله، وتهيئة الأرضية أمامهم من أجل الانطلاق في مشروعاتهم الطموحة لخلق منافسة إيجابية للصالح العام. مشروع أكوابونيك الذي يقوم على الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي في نظام تكاملي مشترك له أهمية خاصة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود للرؤية الاقتصادية 2030، وسيضع المملكة على خارطة الطريق العالمية. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.